من المدينة أو أن يبيدهم. في بني قريظة قرر إبادتهم، قرر إبادتهم، اقتلوا كل من أنبت يا رب، خلاص من أنبت شعر الآن نراه مازال طفل في السابعة قطع رأسه. عطية القرظي عنده حديث آخر يتكلم فيه على اللي كانوا معاه من رفاقه. وش معناه رفاقه؟ يعني اللي راهم قده في اللاج، لكن هو لحسن حظه أنه لم ينبت شعر العانة، اللي كانوا معاه أنبتوا شعر العانة، تم قطع رأسهم، تم قطع رأسهم وذبحهم. وهذا راهي من مصادركم، ما يجيش واحد يقول لكم تزيدوا، اللي يحوس على المصادر يحب من السنة أو من القرآن كما يحب. الأنصاري فعزاه ابن حجر للطرباني في معجمه الكبير والصغير وقال هو ضعيف. وشنو هذا؟ في أنه شوف هنا في حديث أسلم الأنصاري على قضية على قضية ألو وين نسمعوا؟ براكو تسمعوا فيها مي هو با وي وي نسمعوا جي اوكين ايماج وي نسمعوا اكو تسمعوا وي كتبوا له تحت وي شونطو غيام انا نسمعوا من اجل انه يعدل التليفون ديالو نستغلوا الوقت ونجاوب. لا دقيقه نجاوبوا الاخ الفاضل. دقيقه مازال ما كملش هو لان عنده البروبليم تكنيك، قال لك البنطايه ما يبان له فيها حتى شي حاجه. هذا امر عادي الى حين ينزل ويرجع واي شيء من هذا، حتى ما نستناوش يوصل. دقيقه اخي ما تكلمش. نعم. اصبر لا لان حضرت بالنسبه لي انا حضرت عندي الصلاه فخصني نصلي وصافي. نعم هو نزل في النهايه انه نزل. انا نزلت ايه خير جاك اقبل. وأقول بأن أنا أرفض العبودية. نعم نحن نرفض العبودية، ولكن ماذا تقصد بالعبودية؟ لأن إذا قصدت بالعبودية ما تراه أنت فأنت مخطئ، ولكن إذا نزلت إلى أرض الواقع وحددت لنا مفهوم العبودية المفهوم الصحيح المحايد فهذا كيكون أمر آخر وكلام آخر. أما أنك تجيب مجموع المفاهيم ومجموع الأفكار وتبغي تعمل لها إسقاط لأنك تراها صحيح أو خطأ فهذا أمره إليك ولست ملزما بأن تتبعك. تفضل. شكرا شكرا. يعني كما كان متوقع لم تكن هناك إجابة، وهذا شيء يعني شيء ونعم يعني وي ما كانش فيه إجابة كتعطي راسك لأنه عبارة أنا كما كان متوقعا. الله يهديك. ما قطعتكش أخي، ما قطعتكش. شكرا. يعني انا مولف انا سي كو طون بروبليم. انا نمشي نصلي يمكن وقت اخر. اوكي تمشي تصلي هذا يعطيك الحق، هذا يعطيك الحق تقطعني. احنا عطيت الجواب تاعي، من فضلك اغلق المايك. انا نقول له غير بعد واش تحب. نو مي هو غير نقطه فيما يخص المعلومات اللي مدها في الاخير خاطئه أو كاتاستروف واش كان يقول. هي معلومة تاع الشيوخ اسمها في الفيديو، وأنا راح نحط لكم لا ليست بعد، يروح نحط لكم باريزامبل. من بعد الصلاة نلتحق بكم، بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. إذا شي واحد في عقيدة سامي طونغي. أنا ميهوب أنا نحب ندير الحوارات ميهوب ونحب الفلسفة، نورمالمون الناس كاع على بالهم سكي بيان سك على بالي واش راني ندير. أنا كي بديت قلت له العبودية، عطيت له تعريف العبودية. كي يجي يقول لي ماذا تسمي العبودية؟ ماذا؟ أنا أعطيت لك تعريف العبودية، قلت لك العبودية هي عندما شخص يملك شخص آخر كملكه الشخصي، يدير به واش يحب، يشريه يبيعه ولا ينكحه ولا يدير به واش. بالفلسفة نورمالمون الناس كاع على بالهم سكي بيان سك على بالي واش راني ندير. أنا كي بديت قلت له العبودية، أعطيت له تعريف العبودية. كي يجي يقول لي ماذا تسمي العبودية؟ ماذا؟ أنا أعطيت لك تعريف العبودية، قلت لك العبودية هي عندما شخص يملك شخص آخر كملكه الشخصي، يدير به واش يحب، يشريه يبيعه ولا ينكحه ولا يدير به واش يحب ولا يعطيه يورثه كما يقول لك، كيموت ولاده يورثوه. هاو تعريف العبودية أعطيته لك. هل تريد أن تعيش في مجتمع يمارس هذا الفعل أم لا؟ سؤال بسيط. على بالي قلت لكم انا هاد لي غولاتيفيس بوست مودرن لازم تعرف كيفاش تهضر معاهم يهوب، يعفسوا على كاع المبادئ العقليه.
كيما عفس مقبله على مبدا عدم التناقض، درك راهو يعفس على مبدا الهويه. ما معنى راهو يعفس على معنى الكلمات؟ يعني لو كان يخلطها 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 حتى وين الكلمه تولي ما عندهاش معنى، ما يجاوبش على سؤالك. هذا ما كان يعني العبوديه يرجعها لك، وهل تريد هل حتى وين خلاص.